أعزائي المشاهدين، اخترنا أن نتحدث في هذه الحلقة من هذه السلسلة من الأحاديث عن أعلام العراق عن علم من طراز خاص، لم يكن أميراً ولم يكن عالماً ولم يكن شاعراً ولم يكن يعني ربيب قصور كما تحدثنا عن في الحلقة السابقة عن إحدى تلك الشخصيات البارزة، وإنما كان زعيماً شعبياً بكل ما في هذه الكلمة من معنى، ذلك هو عباس الحداد. أنا أظن أن أكثر الناس لا يعرفون من عباس الحداد، مع أنه كان زعيماً مؤثراً في أحداث عصره، وكان قائداً مقنعاً للجماهير التي كانت يستند إليها وهي التي كانت تسنده في مهامه وفي زعامته. كان زعيماً كما قلت شعبياً تماماً. وحتى نعرف المنعطف التاريخي الذي برز فيه هذا القائد، علينا أن نلقي نظرة عن مدينته والظروف التي مرت بها في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. هو من مدينة النجف الأشرف، يوم كانت هذه المدينة تعاني من غزوات القبائل التي كانت تداهمها بين حين وآخر، وكانت يعني دفاعات هذه المدينة محدودة، أسوار مهلهلة يعني من أسوار القرون الماضية، وكانت تعاني من تلك الهجمات، فضلا عن أن المناطق المحيطة بالنجف كانت تتعرض هي الأخرى إلى أخطار تلك الغزوات. وأما الحكومة النجف في ذلك العهد فهي حكومة محلية تتولاها أسرة نجفية قديمة نوعاً تعرف بآل الملالي، وتشرف على هذه الحكومة طبعاً الحكومة المركزية في بغداد، ولكن السلطة كانت الفعلية كانت بيد آل الملالي، هم الذين كانوا يحكمون وهم الذين أنيط بهم مهمة الدفاع عن المدينة إزاء الأخطار المحيطة بها. ولم تكن هذه الأسرة أو هذه الحكومة قادرة حقيقةً كما ظهر جليا عن قادرة على أن تحمي مدينة النجف في ظل تلك الأوضاع المتدهورة. الحالة الأمنية كانت متردية، المدينة كانت معرضة إلى هجومات، يؤثر هذا على نشاطها الاقتصادي، على الوضع الأمني، يؤثر على حياتها الثقافية إلى غير ذلك مما يمكن أن ندخله في قائمة المشاكل الحقيقية التي كانت تعاني منها المدينة في ذلك العصر. بدأت يعني مظاهر التردي واضحة تماما إلى الحد الذي دفع بعض العلماء علماء النجف إلى التفكير بحل لهذه المشكلة. فلم يكن هناك حل إلا تشكيل تنظيم أو ما يشبه أن يكون تجمعاً من الشبان النجفيين يعني الذين يتمتعون بالقوة والبأس للدفاع عن المدينة ولي يعني وضع حد للفوضى التي كانت تضرب حولها. وقام أحد العلماء وهو الشيخ جعفر بن خضر كاشف الغطاء، وهو عالم جليل كبير، قام بتجميع الشباب، بجمع الشباب النجفيين القادرين على حمل السلاح وتدريبهم في حوالي مدينة النجف، يعني في الصحراء القريبة من النجف، تدريبهم على حمل السلاح وعلى الدفاع عن المدينة إذا ما داهمها خطر الغزو. وفعلا هذا حدث، ويعني شكل تنظيم ما من الشبان، وأصبح هذا التنظيم يمارس يعني الرياضة والتدريب على السلاح في الفضاءات المجاورة لسور النجف خارجها. وحقيقة كان اختيار هذه الفضاءات موفقا تماما، لأنهم لو تدربوا في داخل المدينة المكتظة بالأزقة والأسواق لكان ربما يشكلون عاملا مقلقا للسكان، فكان تدريبهم يجري في خارج الأسوار ويهرولون ويعني يمارسون رياضة
مختلف الرياضات حتى من ضمنها الصيد يعني، وأيضا يتدربون على السلاح. فكانت حقيقة تجربة جديدة تماما على المدن العراقية في ذلك العصر. وبرزت من بين هؤلاء أسماء يعني مهمة، كان أحدهم فلان العكايشي، فلان يعني عندنا أسماء، ولكن ربما كان أبرزهم شاب عرف بعباس الحداد، وكان فعلا حدادا يعني، وهو من صنف الحداحدة يعني الذين كانوا يمارسون صناعة يعني الأواني والمواد وإلى غير ذلك مما كان يصنع من الحديد. وصنف الحداحدة كان واحدا من الأصناف الحرفية في مدينة النجف في ذلك العصر. في كل المدن العراقية كانت هناك أصناف، يعني صنف النجارين، صنف الحدادين، صنف إلى غير ذلك يعني من المهن. وكان صنف الحدادين هذا ممثلا في هذا التنظيم أو هذا التجمع الذي أنشأه الشيخ جعفر بن خضر، ممثلا بشخص عباس الحداد. ومن المؤسف أننا لا نعرف معلومات عن عباس الحداد في هذه الفترة من تاريخ حياته، ربما كان زعيما لصنف الحداحدة، ربما كان أحد الحدادين البارزين، ربما اشتهر بهذا اللقب نسبة إلى الصنف الذي كان ينتمي إليه، لكنه برز وفرض نفسه حقيقة من خلال تدربه وزعامته لهؤلاء الشبان الذين كان يخرج بهم إلى فضاءات النجف لممارسة التدريب على السلاح. وحقيقة استطاع يعني هذا التنظيم أن يحصل على قطع السلاح اللازمة من خلال مساندة أبناء المدينة له، وأدى العلماء دورا محمودا تماما، وطلبة العلم في المدينة التي كانت تكتظ كما تعلمون بطلبة العلم الذين يفدون إليها من كل حدب وصوب، استطاع هؤلاء أن يحصلوا على قطع السلاح، وكانوا يمدون بها هذا التنظيم المسلح الناشئ، وكانوا يتكفلون طبعا بإعالة حتى أسرهم، أسر هؤلاء كانوا يتركون أصنافهم الحرفية ويمضون معظم الوقت في التدريب يعني. فكانت المدينة التي تمثل نسيجا اجتماعيا محكما، كانت هذه المدينة هي التي تقوم بإعالة هؤلاء وبالإنفاق عليهم وبإعالة المتدربين على السلاح. وشيئا فشيئا زاد هذا التنظيم قوة وبأسا، وبرز زعامة عباس الحداد كزعيم ناجح ومقنع لجماهير الشباب في المدينة أن ينضموا إلى هذا التنظيم. وعرفوا باسم جديد في تاريخ النجف وهو الإزقرت، والإزقرت مأخوذة من لفظة عربية فصيحة وهي زقر، وزقر لغة كما يقال في صقر يعني الصقور، وكانوا بمعنى يشبهون أنفسهم بالصقور بانقضاضهم على فرائسهم وبقوتهم وبتحليقهم في الأعالي، يعني معنى جميل حقيقة أصبح اسما لهذا التنظيم. فكان هؤلاء يعني يمضون في تدريبهم وهم يعني يكررون لفظ زقر 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 حتى عرفوا بالإزقرت، وأصبح الإزقرت لهم شأن في مدينة النجف، وباتت المدينة تطمئن على مستقبلها من خلال هذا التنظيم المسلح المدرب المسنود شعبيا من خلال هؤلاء. ومما أثار نوعا من طبعا هذا أمر يعني نتوقعه من حسد الأسرة الحاكمة أو من ضيق الأسرة الحاكمة، أصبح هؤلاء يحكمون فعلا، يحكمون الشارع ويحكمون يعني أمر الأمن في هذه المدينة، مما أزعج السلطة المحلية المتمثلة بالأسرة التقليدية الملالي.
رغم الأدوار المهمة التي أدتها هذه الأسرة، ولكن الظرف كان أقوى منهم ووضعوا في مأزق بين ضعف في اتخاذ القرار وبين صعود قوة نامية شعبية جديدة تمثل تحدياً لوجودهم ولأهميتهم في مدينتهم. فبدأت نوع من يعني الاحتكاكات تحدث بين الطرفين، وشكل هؤلاء تنظيمهم هم أيضاً الذي عرف بالشمرت. فانقسمت المدينة إلى معسكرين، الأسرة الحاكمة التي كانت تحرص على الحفاظ على مصالحها بالدرجة الأولى حقيقة، وهذا الحرص على مصالحها هي التي جعلت تهادن تلك القبائل التي كانت تهددها، لأنها لها ملكيات خارج المدينة، وتلك القبائل كانت أو القوى المسلحة كانت تهاجم تلك المزارع والبساتين، وأخذت المدينة تعاني من هرج ومرج بين يعني هؤلاء وهؤلاء. وبات الشباب أو الشبان النجفيين يتعلقون أكثر بأكثر بزعامة عباس الحداد قائدهم، وبزعامة يعني تقدير الأسر النجفية التي وقفت ساندة لهم، وكان العلماء على رأسهم. حقيقة علماء النجف برز دورهم في هذا العصر، دورهم السياسي في هذا العصر من خلال إسنادهم واحتضانهم، ومن خلال تقوية نسيج المدينة الاجتماعي في هذا الظرف الصعب. حتى أن يعني الشيخ جعفر ابتكر شيئا مهما ينبغي أن يذكر الآن، ابتكر رياضة الزورخانة، يعني أنشأ دورا خاصة ليتدرب فيها المتدربون على التمارين العنيفة في مواضع أو دور عرفت بالزورخانة، وهي كلمة معناها بيت القوة أو بيت ممارسة الرياضة يعني اصطلاحا. فكانت أول زورخانة تنشأ في العراق هي التي أنشأها الشيخ جعفر كاشف الغطاء، والتي تدرب بها شبان الزغرت في مدينة النجف. وبعد حين يعني بعد 50 سنة أنشئت ثاني زورخانة في مدينة بغداد في أواخر القرن 19. كانت هذه إذن يعني لمحة عن ظروف النجف في ذلك الوقت. الحكومة المركزية في بغداد يعني بدأت تصلها أخبار هذه الصراعات بين الزغرت وبين الشمرت، وما كانت تؤديه هذه الصراعات من تعديات يعني على بعض السكان، فما كان منها إلا، وكانت الحكومة كانت في ذلك الوقت بيد والي بغداد الشهير داود باشا، والي قوي ويعني حكم العراق نحو 15 سنة يعني. فرأى أن من الخير أن يعزل الحكومة التقليدية، الحكومة الوراثية آل الملالي، ويأتي بعباس الحداد حاكماً لمدينة النجف. فكان هذا يمثل انتصاراً حقيقياً للثورة وللثوار. عزل آل الملالي وجاء بعين عباس الحداد، فكان هذا نصراً حقيقياً لمدينة النجف. وفعلا تولى عباس الحداد السلطة، وتوليه للسلطة يعني كشف عن قدرات سياسية في هذا الرجل حقيقة، في هذا القائد. لم ينحاز إلى تنظيمه ضد التنظيم الآخر أو ضد القوى التي لم تقف معه أو القوى التي عادته، وإنما جاء محايدا. من أدين بأي تهمة كان يحقق فيها، ومن قيل عنه أنه اتهم بأنه ارتكب كذا وكذا حتى لو كان من أخلص ومن أقرب أركان جماعته يعني حزبه، كان يحاسبه محاسبته للآخرين الذين هم من الصف الآخر. أثبت أنه كان يعني سياسيا محايدا، وكان حاكما صالحا، لأنه لم ينحاز في عصر كان الانحياز فيه بعد مرور سنوات طويلة من الصراعات، كان الانحياز أمرا
مفهوما ومبررا، لكنه لم يبرر الظلم وكان عادلا حقيقة. والمعلومات القليلة التي وردت عنه كشفت عن أنه كان حاكما عادلا وصالحا، استطاع أن يعني يدبر شؤون المدينة وأطرافها بسرعة وأن يوطد الأمن بسرعة. وهكذا أثبت اختيار داود باشا لعباس الحداد ليس انتصار الثورة على يعني القوى التي كانت يعني متهمة بأشياء كثيرة، وإنما أثبت حسن اختياره لهذا الزعيم الذي أثبتت الأحداث قدرته على الحكم كما أثبتت الصراعات قدرته على الحرب والمقاومة. استطاع عباس الحداد إذن أن يحكم المدينة وأن يوطد الأمن فيها وأن يقضي على كثير من الثارات الموروثة، ويعني يحاول أن يوفق بين المتنازعين. وبالتالي عاشت المدينة لفترة من الوقت بأمان متميز عما سبق عن الفترات السابقة. كان عباس الحداد إذن نموذجا للزعامة التي تخرج من وسط الجماهير وتثبت لهذه الجماهير أنها الأقدر على إدارة شؤون المدينة، رغم أن هناك أسر حاكمة وطبقة حاكمة وهناك علاقات ومصالح، لكنها استطاعت أن تثبت للجميع أنها هي الأقدر على أن تتجاوز ذلك كله وأن تحكم المدينة بالعدل والإنصاف وبالقوة، وأن تبسط أمنها الأمن على ما تولته. ولكن الظروف لم تكن مواتية دائما. أخذت الزعامات التقليدية التي طالما ناصبته العداء وناصبت تنظيمه تنظيم الزغرت العداء تتحين الفرص للتخلص منه، لأن ظهور هذه الزعامة الشعبية هدد مصالحها وأصبح يضر بمكاسبها الموروثة منذ فترة طويلة. حكمت آل الملالي نحو من قرن ويزيد يعني، ولا نتوقع أن هذه الفترة الطويلة يعني إلا أنها تنشئ علاقات ومصالح مع زعامات محلية ومع القبائل المجاورة أيضا. وبالتالي كانت مهمة عباس الحداد هي أن يثبت للجميع بأن الثورة قادرة على أن تتجاوز هذا كله وأن تثبت جدارتها بأن تتحول إلى سلطة، وسلطة صالحة وعادلة كما ذكرت. تلك القوى إذن كانت تتحين الفرص للقضاء على زعامة الثورة وعلى متمثلة بزعامة عباس الحداد هذا. وعباس الحداد كان يستند في قوته ليس على تنظيمه فحسب، على حملة السلاح من الشبان الذين النجفيين الذين طالما ناصروه، وإنما كان يستند أيضا إلى طبقة العلماء وطلبة العلوم الدينية أيضا. ولذلك ظل قويا وظلت محاولاتهم فاشلة في القضاء عليه، إلا أنهم استطاعوا أن يدسوا له بين يعني مقربين إليه شخصا يعني دخل إلى جماعته على أنه يريد أن يعلمه اللغة الفارسية واللغة التركية يعني حتى يكون حاكما، وتلك كانت مكيدة له. وفعلا انفرد به في إحدى حجرات الحرم العلوي الشريف، وبحجة أنه حتى يتمكن من أن يعلمه دون أن يعني يقلل من شأنه أنه يتعلم على يده أمام الناس، انفرد به في إحدى تلك الحجرات وتخلص منه، قتله واغتاله وتم التخلص من عباس الحداد ومن زعامته. وحقيقة كانت هذه نكسة حقيقية لثورة النجف في ذلك التاريخ في أوائل القرن التاسع عشر،
وتمكن منافسوه وخصومه من أن يقنعوا داود باشا أنه لا محيص عن إعادة أحد أولئك يعني تلك الزعامات التقليدية إلى الحكم، لأنها نجحت في أن تتخلص من هذا الزعيم الطارئ. وفعلا عين داود باشا أحد هؤلاء حاكما، ودخلت المدينة كما كان متوقعا في نفق مظلم من الصراعات الجديدة بين الشمرت والزقرت، وعانت المدينة من تلك الصراعات الأمرين حتى أوائل القرن العشرين إلى أن اطفأت تدريجيا. كانت إذن زعامة يعني عباس الحداد، إذن ربما اقتنعنا الآن أنها كانت زعامة حقيقية، وكانت ومضت ضوء في نفق مظلم استطاعت أن تثبت لأول مرة في تاريخ العراق أن القوى الشعبية المسنودة يعني من العلماء ومن يعني الزعامات الأخرى قادرة على أن تتولى السلطة وأن تنجح فيها. وإلى حديث آخر مقبل إن شاء الله، والسلام عليكم.